بلد خيشة ضارب فيها الشمس من 30 سنة. يا باشمهندس أنا رد سجون، وربنا ما يوريك كسرة النفس وزنة الروح. ابني ملوش دعوة بالمظاهرات ولا لنا دعوة بالحاجات دي، ده كان عيل رايح درس تانية ثانوي عام. الألترا صوت الجمهور مش الجمهور. قال لي بقولك ايه، هو الواحد في القاهرة يحكي حدوتة واحدة ازاي؟ طبعا شاركت في الثورة كاملة. احنا مرة اتكلمنا في لو جالنا اوامر بالضرب هنعمل ايه، كلنا قلنا في نفس واحد مش هنقدر. انا نزلت 25 يناير عشان انكد على الشرطة في عيدهم. الماتشات بالنسبة لي اعياد وهم ايه منكدوا علينا. القطر لما عدى على الاسماعيلية الناس كانت واقفة بتطبطب بايديها على صدرها كأنها بتقول حقكم علينا. اذا كانت المشاعر بتتوثق يبقى هو عرض وثائقي. قال لي في التلاجة. قلت له طب اشوفه يمكن مش ابني. قلت له يعني يمكن يكون مش ابني. ربنا يرحمه. اهرب. قد ايه صغيرين، قد ايه حاضرين، وقد ايه ميتين. انا مش مزعلني غير العيل اللي دمها سبغ الاسفلت. كانش في حاجه ممكن اقدمها غير اني اوعدهم اني منساش. انا ما كنتش ضامنه المستوره هتكمل، ما كنتش عارفه ولسه مش عارفه.